الاستمرار ده شيء صعب جدا. انت عندك اراده من حديد، خصوصا ان ساعات جسمنا بيقول لنا لا. كل السلام عليكم، صلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. يا جماعه النهارده اليوم الثامن في التحدي، بفضل الله اكملنا 8 ايام في تحدي صيام فقط لمده 30 يوم متقطع. قبل ما نبتدي في الكلام ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. ايه احساسي في اليوم الثامن ده؟ اول حاجه جعان، يعني شويه جعان، بس بحاول ان انا اسيطر على الجوع ده. العطش الحمد لله بعطش وبشرب. النوم الحمد لله، لا النوم كويس. طيب هل في مثلا حاسس بكسل؟ لا الحمد لله حاسس بنشاط جميل. هل في مثلا عدم تركيز؟ لا الحمد لله التركيز كويس. هل في سرحان؟ لا الحمد لله ما فيش اي سرحان. يا جماعه في حاجه مهمه جدا، الاستمرار ده شيء صعب جدا في الحياه. طيب ان احنا ازاي نقدر نستمر في التحدي بتاعنا، وخصوصا ان ساعات جسمنا بيقول لنا لا كل، لا اشرب، لا انت لازم تاكل، انت في عناصر انت محتاجها. نحاول ان احنا نستمر عن طريق ان احنا نحاول ان احنا نغلب ارادتنا، وان احنا نبص لهدفنا ان هو هدف غالي وهدف سامي عندنا. فان شاء الله ان احنا نقدر ان احنا نوصل لهدفنا، وان احنا نوصل لغايتنا، وان احنا ننجح باذن الله.